يقول: جئت معتمرا واستأجرت شقة بجوار الحرم، لكنني لا أسمع النداء الظهر والعصر، وعندما أستيقظ من النوم أصلي الظهر والعصر، فهل أنا آثم؟ هذا أنت إقامك إذا كانت أقل 4 أيام فأقل، أنت في حكم المسافر. إن صليت مع الجماعة تتم الصلاة، وإن صليت وحدك فإنك تصلي صلاة المسافر، تقصر وتجمع ما في بأس. أما إذا كان أنك مقيم في مكة مدة طويلة فلا يجوز لك تصلي في شقك، ولا يجوز أنك تأخر عن الجماعة، واعمل شيء يوقظك، حط عندك ساعة تنبه أو أوص من ينبه للصلاة. نعم.